اليوم الحضور ديالنا هنا عند السيده المندوبه من اجل المواطنين اللي كيعانيوا من الصحه والتطبيب. الرساله ديالنا الموجهه ما بقيناش نبغي نهضروا مع هاد الناس لان هاد الناس حيت قصير، كنقول حيت قصير لان هاد الناس كيقولوا حنا كنراسلوا ولكن هذوك الناس ما كيصغوش لينا وما كيتصنتوش لينا. فاحنا الرساله ديالنا كمجتمع مدني وكساكنه وكمتضررين وكنوجهوها مباشره لوزير الصحه باش يدير واحد التفاته للمنطقه ديال الحي الحسني. تعاني كتعاني من قله الطاقم الطبي، من المعدات، من ادويه، من ممرضات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومقصر في واجبه الوطني. التواجد ديالنا اليوم حنايا كنا ديجا دافعين طلب اللقاء بالسيده المندوبه، فمن جينا اليوم تفاجئنا بانها في عطله سنويه. دونك منين دخلنا استقبلتنا واحد السيده اللي هي مسؤوله، ربما هنا مسؤوله في الاداره، فارتأت بان السيد اللي غادي ينوب على المندوبه اللي هو المدير ديال المستشفى الحسني ما يقدرش يستقبل المجتمع المدني اللي كان حاضر اليوم. فحنايا فضلنا ان دخلوا من عندنا ثلاثه ديال الاعضاء، خرجوا بنتيجه وانه غادي يحاول ينظم معنا لقاء حنايا كاملين على طاوله مستديره، يكون لقاء شامل باش يدرسوا في جميع المشاكل اللي كيمر منها هذا المستوصف ولا المستوصفات كاملين اللي على تراب الحي الحسني. وبما ان الحي الحسني كيشمل كثافه سكانيه زعما مهمه، فزعما حنا كنوجهوا النداء لوزير الصحه باش تكون واحد التفاته لهاد تراب الحي الحسني. حنا اليوم هنا التواجد ديالنا بسبب ان كان عندنا واحد اللقاء مع السيده المندوبه ولكن لقينا فيه رخصه اجازه سنويه، فاستقبلنا السيد مدير المستشفى واللي هو كيمثل حاليا السيدة المندوبة بالنيابة. درنا تناقشنا مع واحد الحوار اللي هو مصغر، ودرنا معاه أننا غادي نشوفوه نهار في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله في هذه الأيام القليلة، إلا أننا حنا هنايا فاقد الشيء لا يعطيه. بالنسبة لنا لا السيدة المندوبة ولا السيد مدير المستشفى لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن هما ماشي بيديهم الحل. الحل كتبقى النداء ديالنا موجه للسيد وزير الصحة، لأن هنا عندنا ضعف تاع التجهيزات، ضعف الأطر الإدارية والطبية. مني كنجيو بالنسبة لمقاطعة الحي الحسني عندها واحد الكم هائل من الساكنة، وكنلقاو المستشفيات كلها اللي كاينين هنا المراكز الصحية كتلقى فيها طبيب واحد وشي جوج فرمليات، في حين أن القانون ديال الصحة كيقول لك لكل ممرضة عندها 10 ديال المرضى اللي تقابلهم. حنا هنا راه كتقابل أكثر من المئات ديال المرضى. الناس كاين واحد التجمع، حنا في هذه الفترة ديال الكوفيد الناس كتمرض، الناس كاين واحد التجمع ديال الناس اثناء التلقيح ولا اثناء التطبيب، يعني كاين هنا خصاص. حنا هنا في الحي الحسني ديك الطبقه الهشه تعاني من التطبيب، تعاني من نقص الاجهزه، من نقص الطب. غنقول لكم حنايا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، نحن كنوجهوا النداء ديالنا للسيد وزير الصحة باش يدير التفاته للحي الحسني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.